مشوارنا لهذا اليوم راح ننتقل على أهم الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس في شهر رمضان المبارك. فأطلقت مجموعة القدس للتنمية الاقتصادية مهرجان رمضان للتسوق، وهو المهرجان الأول من نوعه في مدينة القدس منذ احتلالها عام 1967، وذلك ابتداء من الجمعة الثانية من شهر رمضان وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات والشركات الخاصة والفعاليات المختلفة في مدينة القدس وخارجها. للحديث عن تفاصيل هذا المهرجان وعن كيفية الوصول له والمعرفة عنه أكثر، نستضيف المهندس سامر نسيبي ورجل الأعمال. سامر نسيبي، صباح الخير. صباح النور، كل عام وانتم بخير والأمة العربية والإسلامية بخير بإذن وأنت الله. بألف خير يا رب. أستاذ سامر، أول مرة منذ احتلال مدينة القدس عام 67 بتم عمل مهرجان للتسوق في شهر رمضان المبارك في شارع صلاح الدين، الشارع التاريخي طبعا. لو تحدثنا قليلا عن فكرة هذا المهرجان وأهدافه طبعا الرئيسية اللي أنتوا قمتوا بتنفيذه في شهر رمضان المبارك. نعم، الحقيقة بدأت الفكرة عنا في مجموعة القدس للتنمية الاقتصادية قبل حوالي 4 أشهر. جميعنا يذكر رمضان العام السابق كمية التصاريح الكبيرة التي أعطتها الحكومة الإسرائيلية لإخواننا في الضفة الغربية. نعم. ولكن للأسف معظم إخواننا توجهوا إلى القدس الغربية للتسوق وقضاء الوقت، وبالنسبة للمقتصيين بشكل عام وبالنسبة للتجار بشكل خاص هذه كانت صدمة. هناك نقطة أخرى وهي السياحة. نحن نعلم أن هناك تحسن في السياحة الموجودة في القدس وفي فلسطين بشكل عام. نعم. ولكن كل 100 دولار يقوم السائح بصرفه في القدس فقط 7 دولار تذهب إلى القدس العربية. هذه إحصائية لما قرأتها أنا صعقتني. نعم. أنه 7 دولار حصة القدس من السائح. نعم. اللي بيجي على مدينة القدس. للأسف هذه إحصائية دقيقة جدا، وهي هناك ظلم، علما أن معظم الأماكن السياحية ذات الأهمية التاريخية موجودة في القدس العربية. نعم. اعتقدنا أن يجب أن نحاول ضمن إمكانياتنا تغيير هذه المعادلة، وكانت وجهة نظرنا أنه الطريقة الأسرع والأنجع اللي ممكن تلفت أنظار أول شيء إخواتنا في الضفة الغربية، ثانيا السائح، هي عمل مهرجان تجاري ثقافي في شارع صلاح الدين يجذب إخواننا في الضفة والسائح كذلك. نعم. فجأتكم فكرة أنه تقيموا مهرجان رمضاني للتسوق حتى تجذبوا الزوار من خارج مدينة القدس ومن داخلها ليتسوقوا من المحلات والمتاجر الفلسطينية داخل مدينة القدس، وعدم الذهاب وكسب الجولة للإسرائيليين زي ما صار السنة الماضية. شو أهم الفعاليات والأنشطة اللي خططتوا لها في هذا المشروع حتى يكون ناجح وتقدروا تستقطبوا أكبر عدد ممكن من الزوار و من طبعا المتسوقين؟ نعم، الحقيقة أول شيء مجموعة القدس للتنمية هي، أعطيك خلفية بسيطة عنها. نعم. هي مش شركة أو مش شركة عفوا مجموعة غير ربحية. نعم. أسسها مجموعة من رجال الأعمال، عدة رجال أعمال ضمنهم عمر العلمي، أسامة صلاح، خالد الكلوتي، كمال عبادات، المدير التنفيذي. نعم. إيهاب الخطيب، مجموعة كبيرة من رجال الأعمال هدفهم خدمة القدس والعمل على تنمية الاقتصاد في القدس. عملنا على عدة محاور لإنجاح هذا المهرجان. أولا توجهنا إلى الرباعية وتحدثنا مع سمو الأمير فراس بن رعد، شرحنا له المشروع وأهميته وأهداف المشروع. نعم. أبدى تحمسه ودعمه للمشروع وفعلا قام بدعمنا لحتى هذه اللحظة. كذلك توجهنا إلى القنصل البريطاني العام السير فينسنت فين، وأبدى كذلك الأمر دعمه لهذا المشروع ولأي مشروع اقتصادي يتم في القدس أو ثقافي. نعم. المحور الثاني والأهم بالنسبة لنا في هذا المشروع هو توجهنا إلى القيادة الفلسطينية وإلى القوى الوطنية في القدس وفي رام الله. أخبرناهم عن المشروع وتواصلنا معهم وباركوا لنا هذا المشروع، والحمد لله أخذنا الدعم الكامل منهم. والمحور الثالث. نعم. هو التواصل مع نشطاء المجتمع التجاري، التجار، أصحاب الأندية والأندية الكشفية والموسيقية، للطلب منهم المشاركة والتفاعل مع هذا المهرجان. وفعلا هذه الفعاليات التي تقام اليوم في المهرجان في القدس هي بجهود إخواننا أصحاب النوادي والمراكز الثقافية والمراكز الاجتماعية. نعم. طبعا هذه بتجذب الناس بالأساس، هم بدهم يجوا يتفرجوا على العروض الكشفية مثلا أو العروض الدبكي أو عروضها، فبنستغل بهذه الشيء بالتسوق من
المناطق والمحلات التجارية المحيطة في المهرجان، ولكن ماذا عن الاكتظاظ في مناطق المهرجان وكيف ممكن السيطرة على هذا الموضوع بحيث أنه ينزل الواحد مع عائلته وهو مطمئن؟ حقيقة أول شيء في شارع صلاح الدين نحن للأسف نعاني من عدم الاقتصاد، عدم الاكتظاظ في الشارع هذا طبعا بشكل عام. بشكل عام نعم. أما على أرض الواقع فأولا قامت بعض النوادي الكشفية مثل نادي جبل مكبر وكشاف جبل مكبر بالقيام بالتطوع للسيطرة وضبط الأمن في الشارع. للأسف شارع صلاح الدين يعاني من نوع من الفلتان الأمني على مدار السنوات، وهذه القضية أثرت على الحركة التجارية في الشارع. خلال ساعات المهرجان قمنا بوضع أو التعاون مع إخواننا في الكشاف لضبط الأمن وتنظيمه، وهذه أعتقد شجعت العائلات الفلسطينية المقدسية. أنا بتحدث عن هذا الموضوع لأنه مثلا النزول للمهرجانات أو النزول للأسواق مثلا في مثل هاي الأوقات وخاصة أوقات العيد بتخوف عادة العائلات أنهم ينزلوا، ولكن لهيك وجب التنويه أنه في عنا نوع من أنواع التنظيم والسيطرة على هذا الموضوع 100%. واليوم بتلاقي أعداد كبيرة من السيدات والأطفال والعائلات بشكل عام متواجدين بالشارع ويشعرون في الأمن خلال تواجدهم خلال فعاليات المهرجان. أعتقد أنه أنجزنا شيء كبير بهذا الخصوص. طبعا إحنا لازم ننوه أنه المهرجان هو بيكون كل ليلة جمعة وسبت على مدى شهر رمضان المبارك، واليوم رح يكون الجمعة والسبت آخر جمعة وسبت في هذا المهرجان. صحيح، والحمد لله أعماله كل جمعة بنضم لنا مجموعة كبيرة وجديدة من النشطاء ورجال الأعمال. اليوم اتحاد الطلبة المقدسيين سينضم إلينا في المهرجان، وبالنسبة لنا هذا شيء هام، ونعتقد أن اليوم نجحنا في تحويل هذا المهرجان من مبادرة قامت بها مجموعة اقتصادية إلى مهرجان وطني بامتياز يمتلكه كل مقدسي في القدس. خلينا نتحدث شوي عن الشركات او عن المؤسسات الشريكه لكم في هذا، في تنفيذ واقامه هذا المهرجان اللي ادى الى انجاحه ووقوفه زي ما احنا شايفينه الايام هاي. الحقيقة هناك نوعين من الدعم اللي كان موجود. أول شيء الاتحاد الأوروبي والرباعية والقنصلية البريطانية والإيطالية قاموا بدعم مالي رمزي لإنجاح هذا المشروع وهم مشكورون على ذلك. وهناك القطاع الخاص، بعض الشركات مثل الوطنية موبايل، مثل بنك فلسطين، مثل شركة محمد نسيبي، شركة سبيتاني، شركة سجاير قدس، مجموعة من الشركات قامت أيضا بدعم هذه الفعاليات. إضافة إلى ذلك هناك النوادي الرياضية والكشفية التي قامت بالتطوع لإنجاح هذا المهرجان وإنجاح فعالياته، فهناك مجموعة وتضافر الجهود حتى نجحنا في أن نحول هذا العمل إلى عمل جماعي كما قلت يمتلكه كل مقدسي. كما تحدثنا أنه هذه أول مرة بيقوم هذا المهرجان، هناك في دروس أكيد تعلمتوها خلال الأسابيع الماضية، شو الأشياء اللي ممكن تستمروا عليها وراح تركزوا عليها في اليوم وبكرة وفي السنوات القادمة إن شاء الله، شو الأشياء اللي ممكن أنتوا تستثنوها وما ترجعوا تعملوها؟ بدون شك هذا زي ما أنت تفضلت كان أول مشروع يقام في القدس اللي حققناه أول شيء نعتبره نجاح كبير، والحمد لله استعدنا زمام المبادرة نحن كمقدسيين. إسرائيل كانت تعتقد أنها بمنعها للمؤسسات الفلسطينية من العمل في القدس المقدسي سيقعد في البيت مكتوف في الأيدي وتفرج على تهويل القدس. الحمد لله إحنا كسرنا هذه النظرية بالتعاون مع الجميع. هذا أهم نجاح حققه المهرجان. بالضبط، هذا أهم نجاح الحمد لله ربنا وفقنا فيه. بدون شك انه احنا معنيين نتواصل اكثر مع التجار، الحمد لله تواصلنا معهم، هم من قدموا عروض، ولكن في المهرجانات القادمه راح نتواصل اكثر معهم نتفاعل حتى يكون نجاح اكثر باذن الله. والحمد لله بشكل عام ربنا وفقنا انه نوصل الرساله اللي بدنا كنا معنيين انه نوصلها لها. وشو الدروس المستفاده اللي ممكن نستفيدها او حضرتكم تستفيدوها للمرات الجاي؟ أول شغلة زي ما حكيت لك التواصل مع التجار. هذه شغلة هامة جدا بالنسبة لنا، يعني كان لازم تتواصلوا أكثر وتحضروا أكثر لهم ويتواصلوا معهم. إحنا تواصلنا قدر الإمكان ولكن المدة الزمنية كانت محدودة جدا. والحمد لله حتى مع هذه المدة الزمنية تفاعلوا معنا
إلى حد كبير إخواننا التجار وقدموا عروض، ولكن محتاجين إلى فترة زمنية أطول يكون فيها التنسيق أكثر والتواصل أكثر، ونعتقد أنه سننجح في ذلك المرة القادمة بإذن الله. رح أعطيك المساحة سيد سامر حتى توجه الدعوة العامة لكل الزوار، وخاصة اليوم وبكرة ويوم الأحد رح يكون في عدد كبير من الزائرين لمدينة القدس من المحافظات والمدن الفلسطينية المختلفة. رح أعطيك المساحة حتى توجه الدعوة العامة ليزوروا المهرجان ويتسوقوا من هناك ويحضروا الفعاليات والأنشطة الموجودة هناك، وإذا في عندك شو هي نوع الفعاليات والأنشطة رح تكون اليوم وبكرة بإذن الله. بارك الله فيك. أول شغلة بحب أقول أن القدس لا تزال عربية، إحنا رسالتنا هاي الأولانية لا تزال عربية في سكانها، في أهلها، في روحها. معركة تهويد القدس لم تنتهي. نعم. وهذه الرسالة الأولى التي يجب أن نوجهها إلى الجميع، نحن موجودون ونفاعلون في القدس. الرسالة الثانية أوجهها لإخواننا في الضفة الغربية ونقول لهم أن القدس هي لهم كما هي لنا، نحن وهم جزء واحد. الضفة الغربية هي تشمل القدس، ويجب أن ننهي هذا الانفصال والقطيع بين القدس والضفة. هذه طريقة التفكير يجب أن تنتهي، يجب تعزيز التواصل بيننا وبين إخواننا في الضفة، تواصلنا الاقتصادي والاجتماعي والإنساني. هذه الرسائل أوجهها لإخواننا بالضفة، فهم جزء منا ونحن جزء منهم، هم الرئة بالنسبة لنا. نعم. وتواجدهم ووجودهم معنا في القدس شيء أساسي لتعزيز صمودنا. ورح نوجه لهم الدعوة اليوم أي ساعة وشو ممكن يكون في فعاليات يحضروها وينبسطوا فيها؟ الفعاليات رح تبدأ اليوم الساعة 9:30 مساء بإذن الله. رح يكون في فعاليات كشفية، موسيقى كشفية، فرق دبكة موسيقية. نعم. مسرح الحكواتي رح يكون موجود بإذن الله كمان. الحقيقة كل الفعاليات هدفها إبراز الهوية الفلسطينية في القدس وتعزيز ثقافة أنه الفلسطيني لا يزال موجود بالقدس. نعم. فهي رح تكون تبرز تراثنا بإذن الله. المهندس سامر نسيبي ورجل الأعمال، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، ويعطيكم ألف عافية على الجهود اللي بذلتوهم أيام الجمعة والسبت من الأسابيع الماضية في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله بنشوف لكم أنشطة مش بس برمضان، كمان بالأشهر الثانية. وما بعرف يمكن قبل ما أنهي كان لازم أسألك هذا السؤال، إذا في بتخططوا لمهرجانات تسوقية أخرى أو مهرجانات ثقافية ثانية في الأيام المقبلة بعد نجاح هذا المهرجان؟ بإذن الله بنخطط عمالنا لمهرجان ضخم بفترة عيد ميلاد القادم بإذن الله. نعم. وراح يكون كبير ويشمل أكثر من فعالية وأكثر من شارع بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا وكل عام وأنت بخير. بارك الله فيكم، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. هلا مشاهدينا، سننتقل إلى فاصل قصير لنتابع باقي مشوارنا، ابقوا معنا.